وزارة الشباب والرياضة بترد على المستشار محمود العسال. وزارة الشباب والرياضة بترد على المستشار محمود العسال وسليمان وهدان. خلينا نسمع الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي في شايفين ماسك ده؟ الماسك ده أنا عملت منه الهالوين اللي فات 20,000 دولار أمريكي أرباح في شهر واحد فقط لا غير. أنت كمان هذه الفقرة حق الرد وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. مساء الخير يا فندم. ايه الوضع ده؟ اكيد حضراتكم سمعتوا الكلام اللي اتقال. مين اللي هيحسم الحكايه؟ ايه اللي هيحصل؟ طبعا كان في رد واضح من وزاره الشباب والرياضه في الجواب المرسل لنادي الزمالك، ولكن يبدو ان مجلس اداره نادي الزمالك عنده تفسير اخر. طب شوف يا استاذ عمرو، هو بعيدا عن التفسيرات، احنا في النهايه سواء وزاره الشباب والرياضه او النادي او كل المنظومه الرياضيه ملتزمين في النهايه بالاطر القانونيه واللائحيه. في حكم محكمه النقض برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، ترتب على ده ان في حكم صدر ضد رئيس نادي الزمالك مقيد للحريات. هذا الامر منصوص عليه نصا في اللائحه الاسترشاديه المعمول بها في نادي الزمالك وفي العديد من الانديه المصريه. الكلام ده مذكور زي ما مذكور زي حضرتك ما ذكرته في الماده 41 ان بتزول العضويه عن اعضاء مجلس الاداره في حالات كذا وكذا. الفقره الثانيه منه بتقول اذا صدر ضد الحكم حكم نهائي بعقوبه مقيده للحريات. فحضراتكم تفسيركم ان مرتضى منصور لا يستطيع العوده لنادي الزمالك. هو مش تفسير بقدر ما هو لا اجتهاد مع النص يا استاذ عمرو. انا صريح. انا فاهم يا فندم. معلش، ما هو عشان برضه بشكل مباشر زي ما فهمت من نائب سليمان وهدان انا بحاول افهم منك بشكل مباشر. طبعا. هو بيقول احنا هنحافظ على مقعد الرئيس حتى يعود. انتوا وزاره الشباب والرياضه بتقولوا انه ما ينفعش يعود. انا فاهم صح؟ كلام حضرتك صح جدا طبعا، لكن هذا الكلام مش اختلاف بيننا وبين نادي الزمالك في تفسير نص. احنا هنا زي ما حضرتك ما اشرت كده للائحه الاسترشاديه وعلى الشاشه، احنا في تزول العضويه بالاسباب كذا كذا. زالت العضويه بالفعل، ودي النقطه الاولى. هي زالت مش بقرار مجلس الاداره يا استاذ عمرو. خليني اوضح مع حضرتك النقطه دي شويه عشان الناس تفهمها برضه. هنا زوال العضويه مش مقترن بالاساس بان مجلس الاداره ياخد قرار بزوال عضويه حد او ما ياخدش القرار. زوال العضوية مرهون بالأساس ومرجعيته الأساسية هو مرتكز على الحكم القضائي اللي صدر. فأنتوا بالنسبة لكم العضوية قد زالت، مجلس الإدارة قال أو ما قالش العضوية قد زالت. الحكم هو الأزال العضوية، مش أنا ومش مجلس الإدارة ومش الوزارة ومش أي حد. وبالتالي هنا دور مجلس الإدارة هو المنوط بتنفيذ هذا الحكم اللي موجود في اللائحة الاسترشادية اللي بتقول إن لو صدر حكم ضد فلان وبالتالي لازم تزول العضوية والشخص المسؤول عن تنفيذ الحكم هو كذا. نوضحها أكتر، إن أنا لو صدر مني حكم صدر ضدي أنا شخصيا حكم من أي محكمة جنائية أو قضائية أو إدارية والجهة المسؤولة عن تنفيذ ده هي قسم الشرطة، ليس معنى إن قسم الشرطة ما نفذش يبقى أنا الحكم سقط عني. خلاص المحكمة أصدرت حكمها. وما يترتب على حكم محكمة النقض هو ساري بالفعل. كون ان المعني هو اللجنة الأولمبية المصرية او وزارة الشباب والرياضة او نادي الزمالك او ما هو بيقول لك ان الحكم ده بقاله كتير وانتوا وزارة الشباب والرياضة ما قلتوش ان هو زال عليه عنه الـ 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 العضوية. لا خلي بال حضرتك بقى، هنا في نقطة مهمة جدا. النص اللائحي بيقول ايه؟ إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية. مقيدة للحرية. يعني قيدت أول الحرية ما تقيد حريته. بالظبط يا أستاذ عمرو، هنا قيدت الحرية بتنفيذ الحكم. يبقى استكملنا النص هنا بتنفيذ الحكم نفسه، مش بصدور الحكم. هو أي نعم الحكم كان نهائي ولكن لم يكن مقيد للحرية. قيدت الحرية بتنفيذ الحكم نفسه. سؤالي المباشر بقى. اتفضل يا فندم. دلوقتي الاتجاه واضح في مجلس الإدارة الزمالك ان هم سيبقوا على كرسي الرئيس حتى يعود. هل هم عندهم هذه الصلاحية ولا وزارة الشباب والرياضة بيبقى ليها رأي آخر لتطبيق القانون؟ يعني من له الكلمة النهائية؟ سؤالي واضح اهو. سؤالي يا فندم والإجابة هقول لحضرتك بكل بساطة. الشخص أو الجهة المعنية بتنفيذ هذا النص هي مجلس إدارة نادي الزمالك، ولكن
هو تنفيذ فروق اللائحة اللي موجودة، بمعنى إن اللي هيتولى اللي هيقوم بأعمال رئيس مجلس الإدارة هو لن يتولى رئاسة مجلس الإدارة، هو هيتولى القيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة إلى حين أقرب جمعية عمومية يكون فيها بند انتخاب اللي هي اللي جاية الفترة الانتخابية اللي حددها القانون الرياضة المصري من شهر 7 لشهر 10 بعد انتهاء السنة المالية، يجرى خلال هذه الفترة الانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويتم فيها انتخاب رئيس لنادي الزمالك. ده أول رد من وزارة الشباب والرياضة على كلام المستشار محمود العسال اللي احنا انفردنا بيه، وعلى كلام سليمان وهدان معانا ومع الحكاية ومع كل القنوات. يعني ده أول رد، وده مهم جدا يا جماعة. طيب الأستاذ محمد رشوان طلب المداخلة، وبعد كده والله هفتح لكم تليفونات. احنا مش عارفين نتكلم في كورة والله، ومش عارفين نتكلم في كورة علشان بس يعني احنا بنقدم لحضرتكم اللي انتوا عايزينه، فاحنا مش عارفين بس عايزين نجيب كل الاطراف عشان الناس يعني تبقى عارفة ان احنا بنقدم شيء راقي ومحترم.